السلام عليكم. اليوم غنشوفو صفحة 176 صفحة 177. عندنا درس ديال الأورتوغراف لي لاتر ميوات، الحروف الصامتة. جوبسيرف اي جو ديكوفر. غنشوفو الأمثلة ومن بعد نطلقو في الشرح ديال الدرس. لا تابلت، تابلت هي ديك اللوحة الإلكترونية. اي منو يعني مجهزة ولا مزودة ببطارية، دون باتري. Il y a deux types de téléphones. هناك نوعان من الهواتف. Le premier ordinateur, الحاسوب الأول, était très lourd. يعني أول الحواسيب اللي اخترعت كان كبير بزاف، كان قد البيت تقريبا. Les robots portent de beaux habits. هادو روبوتات كيلبسوا لباس زوين، حوايج زوين. نشوفوا الأسئلة ومنها ننطلقوا. لي لي فراز ا فوا اوت، اقرأ الجمل بصوت مرتفع، بصوت مرتفع. قريناهم. قالك اسكو تي برونونس لي لاتر اون روج، واش هذوك الأحرف اللي بالأحمر واش كتنطقهم. رجعوا للنص الأمثلة ونشوفوا. هنا ميني، واش كنقولوا ميني او كنقولوا باتري او، ولا كنقولوا تيليفونز، ولا تيبز، ولا دوكس. هادو كامل اللي بالحمار ما كيتنطقوش نهائيا. كنقولوا لوغ، ما كنقولوش لورد، ولا اتيت، ولا تريز، ولا هابيتس. اذا هاد الحروف هادو، ولا بورت، ديك الافعال اللي قديمه اغلبيه ديال التلاميذ كينطقوها. في لا ترويزيام بيرسون دي بلوريال كتمشي وديروا ديك او ان تي بورت، كتقول لها بورتون. هاد او ان تي كتنطق، ما خصهاش تنطق. هنا روبو، روبوت. إذن الحروف اللي بالحمار ما كتنطقش نهائيا. علاش ما كتنطقش؟ حنا نشوفو. ندوزو ل بي. قالك سيت دوتر مو افيك دي لات كي نو سو برونونس با. ذكرنا هاد زوك شتيهم، ذكرنا شي وحدين اللي ما كيتنطقوش حتى هما فيهم الحروف من عندك. حنا بعدا نجاوبو على السؤال ا، واش كنطقو هادوك الحروف اللي بالحمار؟ نون on ne les prononce pas. Ndouzo soual tani galek si d'autres mots avec des lettres qui ne se prononcent pas maintenant en fond. Et katsali t ma katntakhch maintenant voix, katsali x ma katntakhch. Un homme ما كتنطقش اش، ما كنقولش انهم. العديد من الامثله اللي ممكن نديروها. هنا كيقول لك بوتي، واش تقدر انت، واش تقدر شنو نقدر. بوتي سوبريمي لو اس دو تري اي سولوي دو تيب. واش هادو دابا ما كيتنطقوش، واش نقدروا نحيدوهم؟ ها هو ما كيتنطقش مثلا تري، نقدروا نقولوا عاد تري بلاش، ولا هاد اس هنايا ما نقدروش نحيدوهم. اذا نو اون بو با لي سوبريمي، راهم داخلا في الكلمه ماشي غير مزوقا بهم. ندوزو السؤال ثلاثه. شنو قالك؟ اوبسيرف لو مو ابي. هاد لو مو ابي او سو تروف سي لاتر ميات. فين كاينه لي لاتر ميات؟ كاينه هنا وكاينه هنا. ابي كتقرا هاد ابي اللي هنا، دوك كيتقرا. اذا كاينه في الاول اش، اش او ديبي في الاول ديال الكلمه، وعندنا لو تي، تي على فان، تي في الاخير. جاك اون تور لي لاتر. رابعا اون تور لي لاتر ميوت ديال هنايا، ديال هاد هاد السؤال هذا. كاع لي لاتر ميوت عن ندورو عليهم، واضح؟ يلا شوفوا معايا مزيان، ندورو عليهم كاع في الجمل كامله. شوف الجملة الأولى كيقولك لا بي اي سور لو توا دو لا ميزون. لا بي هو داك الطائر ديال العقعق، قالك راه فوق السطح ديال الدار. شوف شنو اللي ما كتنطقش. لا بجوج هما منطقون، بي اذا هاد او ما كتنطقش. اي هات اي بوحدة اللي منطوقة، هاد اس و تي ما منطوقاش، ما كنقولوش است. سور لو هادو كامل منطوقون، لو توا ديال الاخرى ما منطوقاش، ما كنقولوش طوات. دو لا ميزون كلشي منطوق. ندوزو للجملة الثانية.
نو هذه ما كايناش ما منطوقاش ما نقولوش نو سيرون هذه ما كايناش ما منطوقاش بريزون هذا بجوج ما منطوقش كنقولش بريزونت س بور لو ديبار تي ما منطوقاش حاولوا تسبقوني هنا عاد نصحوا فهمت انتم غادي تحاولوا تسبقوني باش تجيو هذا دي هات دي هاد او اس ما منطوقاش نقولوش دو س كو غ اس ما منطوقاش لو را هنا ما شرحناش هاد الجمله نو سورون بريزون بور لو ديبار دي كورور هنا سنكون حاضرين عند الانطلاقه ديال المتسابقين ديال العدائين هنا لو را لو را هو بحال الجرد هو الجرد بحال الطوبه لو را اي لا سوري هذيك الطوبه ولا الجرد والفأر سون دي رونجور هم من القوارض اذا دابا نشوفوا اللي ما كيتنطقش لو را دائما ما تنطقش اي دائما ما تنطقش لا سوري اس ما تنطقش سون تي لا دي رونجور اس لا دون دون اس لا ما تنطقش سو ني دي ما تنطقش il y a deux هذه ما كايناش oisillon هنا هذه راه منطوقه لان زيون كتعطي ليا لوم اش لوم او كيترا هنا بعدا ما شرحناهاش دون سوني في هذا العش il y a deux oisillons كاين جوج فريخات صغار دوك صغار ديال الفراخ ملي كيكونوا باقي ما داروش الريش لوم quittera quittera had e quittera l'hôpital had h bientôt had t اذا كنظن غير من هاد الانطلاقه من هاد التمرين اللي خدمناه غتكونوا فهمتوا شنو هما لي لتر ميوت الحروف الصامته يعني الحروف التي لا تنطق نكملوا ندوزو للتمرين رقم 5 تمرين 5 يقول كومبليت اتمم لي مو الكلمات الكلمات اللي عطينا هنا افيك لا لتر ميوت بالحرف الصامت كي مونك لي ناقص كل كلمات ناقصهم حروف صامته كملهم انت هذا لو بون لو بون كي يسالي بالتي هو القنطره ولا الجسر ان بون هنا ان رون بوين مثلا ان رون رون بوان مثلا حنا ما عندنا غير حنا نديرو على الحرف الصامت ان رون دائر لو درا بي كيتكمل لو درا هو ليزار اللي كنديرو فوق الناموسيه ولا هو ديك الخاميه اللي كنغطيو بها الشارجون لو درا كيتسمى لا بوبي لا بوبي هنا كاينه واحد او زايده ما كتنطقش هنا ان بارابلوي هذه لا بوبي دوميا ان بارابلوي هي المظله كنزيدوها واحد او ما كتنطقش واضح ندوزو دابا القاعده جو غوتيان جو شنو كتقول كاك سيرتان لتر بعض الحروف على فان دي مو في اخر الكلمات نو سو برونونس با ما كتنطقش اي سون ميوت هما ساميتي انتوما راكم في ليكتور ملي كديروا ملي كتقراو الليفر انت كتبقى تقراها الاستاذ كيقول كيصحها لك كتقراها كيصحها لك ما كتبقاش تقراها كتعرفها بانها راه ما كتنطقش فهمت انتوما راسكم بقاو التجربه كتولي تعرف بان هذه كتنطق هذه ما كتنطقش هنا اكزامبل المثال ان بون داك لو بون وداك المقعد اللي كيكون مثلا في بلايص ديال المقعد ديال ما كنقولوا ان بون توش هذاك اللي كيكون حدا الخط ديال المرمى كيجلس فيه المدرب واللاعبين ديال كره القدم ان بون واحد المقعد طويل كيكون قصير جينيرو ها جينيرو كريم هاد اكس ما كتقراش بون هاد سي ما كتقراش اني دي ما كتقراش يعني العش اني بوي اس ما كتقراش ما نقولش بويس اوسيتو ما كنقولش اوسيتوت بوي هي بعد ذلك اوسيتو هي على الفور ولا فورا هنا لو اس اي لو اكس دو بلوريال اس اكس ديال الجمع دي نون ديال الاسماء جمع الاسماء et des adjectifs ou des noms ne s'entendent pas sauf dans le cas d'une liaison et même quand tu as un jamais comme on a vu juste en haut par exemple généreux
جمع مثلا، مثلا لي زيليف ديك او اس، ديك اس ما كتقراش الا في الحاله ديال ليزون. شنو هي ليزون؟ كتجي حداها واحد الفويال من هنا، دو بوزابي بحال هنا، دو بوزابي هاد الاش هادي هي اللي خلاتنا نديرو ليزون. ما كتكونش فويال، ا او اي او او فهمت، كتكون في فويال كنديرو ليزون كنلاقيهم كنبينو بان كاينه اس هنا ولا كاينه اكس هنا. ما بانت لكمش؟ اذا هنا كيوضح لنا ديما، كيقول لكم الاستاذ كيوقفك وكيقول لك قرا، راه كتقرا ز. علاش؟ لان كاينه الربط، كاينه الربط ما بين هاد الحرف الاخر كيكون اس ولا اكس مع هاد، اما هاد الاش ميه ولا لي فويال. انتم عارفين لي فويال كان حروف العله. هنا بور تروفي لا كونسون فينال، باش نلقاو داك الحرف الصامت الاخير ديال كل كلمه، دان نون و دان ادجيكتيف، باش نعرفوا الحرف الاخير ديالهم. il faut essayer de former son féminin. يعني الا ما كناش عارفين الحرف الاخير ديالو، كان مثلا كونتون سعيد راه كيسالي بالتي، ولكن الا بغينا نتعرف عليه انه كيسالي بالتي كنقولوا هنا كونتون، عرفنا واش دي ولا تي ولا اس. اذا باش نعرفوا كنردوه مؤنث، كنردوه مؤنث كتولي كونتون، كتعرف راه كيسالي بالتي. اذا الشيء اللي بغا يقول لك هنا، يقول لك من تتحرف لك بشي حرف ما تعرفش لا كونسول الاخرى، حاول تردوه مؤنث بحال شا شات، لوغ لود، كتعرف بان الد هنا وكاينه الت هنا. اذا ندوزو، قالك لي لاتر فينال، الحروف الاخيره ديتيرمينيزون فيربال، ممكن كنكونو كتكونجيكيو شي فيرب ولا هادي مثلا او ولا اس ولا اكس ولا دي ولا تي ولا ان تي، نو سونتون با، ما كيتسمعوش، نو سونتون با سوف دون لو كا دون ليزون، بحال اللي هضرنا عليه الفوق. كتكون شي ليزون كيتلاقى مع شي حاجه، بحال الي اموا، فهمت؟ الي اموا كتقرا الي تاموا، لان هاد تي كتلاقى مع هاد الفويل هادي، الي تاموا هي ما كتنطقش دائما، ولكن في ليزون لونشينمون ديالهم كنطقوها ضروري. ياك بور بيان اورتوغرافي، باش نكتبو مزيان لي مو افيك دي لاتر ميوت، باش ما نغلطوش في الكتابه في الاملاء ديال الكلمات اللي فيها حروف صامته. يلفو شيرشي ان مو دو لا ميم فامي، خصنا نقلبو على شي كلمه يكون عندها نفس العائله من بحال اللي قلبنا، هذه تقنيه قلبنا على مؤنث، او نقلبو على شي كلمه من نفس العائله قريبه ليها ونشوفو كيفاش كتكتب. و لو نونطون لا كونسون، اللي كنسمعو فيها لا كونسون، بحال دابا مثلا اكور، لاكور كتبقى تقلب على شي حاجه اللي قريبه ليها اللي من نفس العائله، كتلقى اكور دي، اكور دي. اذا دي كتعرف بان كاينه واحد دي مخبيه لك هنا، فهمتوا؟ وكاينه حاجه اخرى صافي كتعود عليها بالقراءه، ملي كتقرا الكتب وتقرا القصص هذيك كتبقى في بالك، لان كاينه صوت وكاينه كتابه. الشكل اللي كيجي فيه الكلمه في الفرنسيه ولا في العربيه عندها صوت وعندها شكل مكتوب، فهمت؟ باش دابا كتلقى هاد الناس ديال الفيسبوك وهاد الناس ديال اللي ما كيقراوش بزاف كيديروا اخطاء املائيه بزاف، لان ما كيقراش عا كيسمع، خدام على السمع ما كيقراش كاع. داكشي علاش خصك تكون كتسمع الحاجه الكلمه وكتشوفها، في عاد يمكن تشوفها، اما تشوفها في الليفر ديالك، اما تشوفها في قصص، اما تشوفها في كتوبه، اما تشوفها في الجورنال، اما تشوفها في اي حاجه اللي خصك تشوفها بشكل بصري، فهمت؟ ماشي غير في الصوت. بور لي زوتر مو، بالنسبه للكلمات الاخرى، il faut chercher dans le dictionnaire، قلب في الديكسيونير بالنسبه للكلمات اللي حرفت لك ما عرفتيش واش فيهم دي لتر ميوت ولا لا. سي اون نو سي با لي اورتوغرافي، الا كنا ما كنعرفوش نكتبهم خصنا نقلبوا عليهم في الديكسيونير. ندوزو للصفحه 177، شوفوا التطبيقات، شوفوا جو مونترين. عندنا سادسا قالك اونتور، نضو دير دائره على لتر فينال، على الحروف الاخيره الصامته ميوت. هنا دي شوكولا، شوكولات هادي ما كتقراش، دي شوكولا، ان غوتار تاخر، ان غوتار هادي ما تقدش، ايور في الخارج، ايور هادي، دو ليلا، دو ليلا هي ارجواني هادي، اون بروبي هي النعجه، انت ديال الكبش ولا الخروف، اون بروبي، لو بري ثمن، لو بري هادي، الارمون، الارمون هو الالارم، هي داك المنبه، الارمون هي شي حاجه منبهه مثلا السرعه ديال الانتشار ديال هاد الارقام ديال الوفيات بالفيروس، راه الارمون يعني مفزعه ولا منبهه. اذا هادي اللي ما خدامش، ترو شنو ما كتنطقش، ترو هي بزاف، هادي ان سو هي واحد القفزه، ان سو دائما كتنطقش،
ندوزو للتمرين رقم 7. شنو كيقولنا؟ قال كومبليت، اتمم الكلمات لي مو افيك لا ليتر ميت كي مونك، بالحرف الصامت اللي ناقص. ان شا غادي تكون ان شا، هادي قط. ان كليون زبون، ان كليون هذا. لو شون غيكون الحقل، لو شون الحقل. لو روبا الوجبه ديال الماكله، وجبه. اذا كلهم حرف حرف الا هذا اللي فيه جوج حروف. ندوزو للتمرين 8، شوف شنو مطلوب منا. قالوا لنا في التمرين 8 تروف لو فيمينان دي نون، وجد المؤنث ديال الكلمات اي ادجيكتيف والنعوت اللي عطيوك، بوي اجوت لا لتر فينال ميت او ماسكولين، ومن بعد زدنا ديك الحرف الصامت اللي عندك في المذكر ديالها. مثلا هنا مع دير عندي هنا اش كيعلمك؟ كيعلمك واحد التقنيه تجي بالعكس، هي اللي كيوريك في القاعده في جغرافيا. ديك الحاجه اللي حلفت لك ما عرفتيش شنو باش كتسالي، دير لها المؤنث وجعل تعرف شنو الحرف اللي كي ناقصك هنايا، الحرف الصامت. ما تبداش بهذا، اذا نبدا بالمؤنث ديالو، عاد اجا باش تعرف لنا الحرف الصامت اللي كنت كتقلب عليه. هذه بغا يبين لك القاعده كيفاش تتعامل معاه. هما اصلا راه ما بدي لك بالمؤنث، عاد تمشي للمذكر بالطريقه اللي عرفنا. دير المؤنث وتعرف المذكر. هذه اون فرونسي، فرنسيه، شي مرا فرنسي، شنقول اون فرونسيز، وكتقول مع راسك ها هي بان شنو الحرف الاخر. ان فرونسي ما نخليوهاش هكا، نزيدو لها اس، ها هو عقلنا به شنو كاين. ان فرونسي راه كاين واحد الحرف هذا ميي صامت، وما عرفناش واش دي واش تي. دابا ملي درناه مؤنث عرفناه، راه فهمتوا التقنيه اللي بغاو يديكم ليها. هنا مثلا ان مارشون، انت ما عارف شنو الحرف، ولكن عاد جيلو من المؤنث عاد تعرفو. ان مارشون تاجر، هنا مع جيل المؤنث تقول اون مارشوند تاجيره، تقول اه صافي مارشوند، اذا راه الحرف الصامت اللي هنا هو دي. فهمت الطريقه اللي بغاو يوصل لكم ليها؟ هنا ان شا غري، ياك كتقول شنو الحرف غيكون عنده هنايا، ناقص واحد الحرف اللي ما عرفتوش. كتجي لهنا وتقول فاره مؤنث، حيت فاره مؤنث تقول اون سوري غريز، كتقول صافي عقت بها، اذا الاس هي اللي هنايا، ان شا غري. فهمتوا دابا الطريقه؟ يلا نبدا لكم مع التمرين باش ياكدوا لكم داكشي اللي شرحوا لكم في القاعده. ندوزو للسؤال رقم 9، نشوف شنو طالب مننا. قال لك غيزو لي دوفينات، حل دوك الحجايات ولا الالغاز اون تروفون لو مو سو تيرمينون بار اون ليتر ميات فينال. بعد حل دوك الحجايات من عاد تلقى هاد الكلمه اللي كتكمل بواحد الحرف صامت في الاخير، ياك عطاك حجه وعطاتي الحل ديالها. جو سوي لو كونترير دو فخوا، انا ضد ديال فخوا. شنو نكتبوا؟ شنو ضد ديال فخوا؟ هي شو، ها هي حلين الحجه. الشو هو فيه واحد الحرف ميه صامت، داكشي اللي طالب منا. قال لك هنا في بي je suis انا ce que boive، انا داكشي اللي كيشربوه الرضع، دوك لي بيبي اللي كيرضعوا. شنو هو اللي كيشربوه لي بيبي اللي كيرضعوا؟ هو لو لي. شنو الحرف الصامت؟ هو تي في الاخير، واضح. ندوزو سي دي، داكشي نشوف شنو طالب منا. قال لك هنا je suis le contraire de court، انا ضد قصير. كور هي قصير، اذا اللي ضد قصير هو طويل، لون. الحرف الاخير صامت، لون. هنا قال لك جو سوي لو كونترير دو غون، انا ضد ديال كبير، هو بوتي. يعني الحرف الاخير صامت، ما كنقولوش بوتيت، حتى كنديروها مؤنث بوتي. قال لك جو سوي لوبجي سور لوكيل اون سو كوش، انا الحاجه الشيء اللي فوقو لوكيل اون سو كوش، اللي فوقو كنعسو. شنو هو الحاجه اللي فوقو؟ لو لي، لو لي. هاد ما كتنطقش هاد تي الاخر، واضح. ندوزو دابا جو مي فالو، راه كاينه في الجهه المقابله. جو مي فالو قال لك اون تور لي لتر فينال ميت، دور على الحروف النهائيه الصامته. اونويو مزعج، هو هذا اكس كتحيد. فور تي ما كتنطقش. اون بيردري هي الحجله، اكس ما كتنطقش.
autrefois اس ما كتنطقش قديما autrefois دي شحال charmant جذاب تي ما كتنطقش délicieux x ما كتنطقش لذيذ leur هو شي حاجه ديالهم اس ما كتنطقش ندوزو للتمرين رقم 11 شوف شنو مطلوب منا قال لك كومبليت لي مو افيك لا لتر ميوت كي مونك كمل هاد الكلمات بالحرف الصامت اللي ناقص هنا لو ترون دان ارب كتقولوا كيقول لكم جذع مشترك لو ترون كومون هو الجذع ديال الشجر لو ترون هنا ان فيتمون تي ناقصه لباس سينيغالي اس لباس سينيغالي سي فاتيغون هذا متعب تي ناقصها تي اون طابل ان بوا ناقصها اس طاوله من الخشب مصنوعه من الخشب لا فراز او شنو فيها قالك لو توا دو لا ميزون سطحو السقف ديال الدار لو توا دو لا ميزون ندوزو للسؤال رقم 12 نشوف شنو مطلوب منا قالك تخوف لو فيمينان وجدنا المؤنث ديال الكلمات والنعوت بوي اجوت لا لتر فينال ميت او ماسكولين بحال التمرين اللي شفنا قبيله عاد تلقى المؤنث ومن تما عتعيق بشنا هو الحرف الاخير اللي ما منطقش في المذكر حنا درناها قبيله هنا اون شينوا شنو شينويه اون شينواز اذا ان شينوا صيني هنا شنو نقولوا اون شنو نقولوا سافان اونت سافونت عالمه اون سافونت كنعرفوا بان ان سافون عالم راه فيها تي في الاخر هنا غورموند يعني جشيعه ما كتشبعش هرقاويه غورمون كنعرفوا راها كتسالي بالدي واضح اذا هذه التقنيه بقاو تستعملوها من تحرف لكم في شي كلمه ما كتعرفوش باش كتسالي التمرين رقم 13 قالك اجوت لي لتر ك اضف الحروف كي نو سو برونونس با اللي ما كتنطقوش اللي مصباح نقراو فيهم هنا شنو نقولوا تاب هنا تو لي ديمونش جميع الاحاد كاع النهارات ديال الحدوده تو اس لي ديمونش عندنا مذكر ديمونش ندير تو لي ديمونش كتسالي باس لو بوتي لو بوتي اذا ما نديروش اس هنا لو بوتي الصغير كل الحدوده الصغير جمال سلاف تو كيفيق بكري se lève tôt et va voir ou qu'il me chouf son ami Amirat qu'a que nous ne marquerons pas les morales nous nous morales Zubida son ami Zubida et un ami ça eux nous quittons pas ça dit qu'à tous Zubida pour partir ensemble ben je me chouf je m'en au grand un nom de car grand marché plus grande grand des marchés qui se tient non loin les gars mais chez Bid de chez chez eux هذا راه كتنطق ممكن ديروا ليزون ولكن نتوما باش تفهموا بانهم هي شي او واضحه هنا لتحت السؤال 14 واخر سؤال كيقول لك دون 4 مو افيك دي لتر ميوت فينال عطينا اربع الكلمات اللي فيهم احرف صامته في الاخير مثلا نقولوا 20 20 الاخر ما كتنطقش نقولوا مثلا غراتوي بالمجان تي ما كتنطقش نقولوا مو ان مو كلمه تي ما كتنطقش نقولوا ان دو اس ما كتنطقش واضحه اذا هادو كامل ما كيتنطقوش هادو دي لتر ميوت حنا كملنا هذه الصفحه 177 انتهى